في دقيقة واحدة، شو بتحب تعطي رسالة أخيرة للي بيشاهدونا؟ بشجع كل قلب خائر، شجع كل إنسان خايف، ما تخافش تشهد عن المسيح لأن ما حدش يقدر يعمل لك حاجة. ما تخافش تتكلم عن إيمانك، ما تخافش من بكرة، ما تخافش من اللي يعملوه الناس، ما تخافش إن الله بيحبك، ما تخافش من أي حاجة كانت، لأن الله دفع ثمن كامل عشان ما تخافش. تخاف ليه؟ لو مش مصدق ربنا خاف، مصدق ربنا اطمن له وقول له أنا باثق فيك. الابن اللي ماسك في إيدين أبوه يمشي في وسط كل أصحابه اللي بيضايقوه رافع راسه. تمشي لوحدك تخاف، معنى إنك خايف إنك أنت سايب إيدين أبوك. ارجع له يمسك إيديك يرفع راسك.